إذا أول أحد الأشياء رح نفكر فيها رح نفكر بالـ State Controllability. بس خلينا قبل ما نكمل فيها بس نفكر بالسيستم بالشكل الشكل المودرن كنترول. ما رح أفكر فيه بطريقة الكلاسيكال كنترول. زي ما حكيت بطريقة الكلاسيكال كنترول ما كنا نفكر بالستيتس الداخلية، ما في شيء عنده ستيتس داخلية. متى ما بسطت البلوك دياجرام صار عندي في النهاية كل اللي بفكر فيه هون هو input وoutput. لكن احنا لما اجينا هون حطينا السيستم بهذا الشكل صار في عندي هون x vector مش هيك؟ من x1 الى xn، وهذا بمثل state. دول من برا متماثلين الاثنين، مش هاي equivalent transfer function لهاي transfer state space model اللي موجود هون. بس هون انا ما عمري ذكرت الانترنال فاريبلز اللي موجودين. خلص بسطت البلوكس كلهم ودفشتهم كلهم ببعض وطلعت معي n order transfer function، مش هيك؟ المقام تبعها nth order. لكن هون بدينا نفكر انه في عندي في الداخل هذا السيستم ايش؟ state variables. والstate variables هاي موجودة وممكن نعمل عليها زي ما حكينا التغيير للstate variables. هلأ سؤال controllability، هلأ من المهم بتحكم بهذا؟ التحكم فيها عن طريق الانبوت، مظبوط؟ وممكن يكون عدد من الانبوت حتى نكون مستفيد من هون. يعني ممكن يكون هذا هون vector هو U، أنا هذا بتحكم فيه. هلأ في عندنا إشي في مفهوم اسمه state state controllability. state شو يعني؟ values تبعت x1 و x2 و x3 ل xn. والcontrollability ايش يعني؟ لما بقول هذا controllable، اذا اقول طالب controllable يعني بقدر احكي له شيء معين او اثر عليه بطريقه معينه حتى ايش؟ اغير state تبعت الطالب هذا. ففي عندي انا input عليه، هاي الانبوت تبعي سواء كان single input او multiple inputs. سؤال state controllability بسال بقول هل انا بقدر إذا بديت الزمن معين تي تي نوت ودخلت فيكتور معين وانبوت معين من هون، هل بقدر أخلي ستيت تتحرك من ستيت اللي هي فيها الآن لستيت مستقبلية أنا بدي إياها توصلها في زمن معين؟ إذا كنت بقدر أعمل هيك معناها بقول عن هذا السيستم ستيت كنترولبل. ما بعرفش كيف بدي أعملها، كيف بدي أحسب وشو اللي بدي أدخله ما بعرف. بس إحنا عمالنا بنقول السؤال اللي عم نسأله، هل بقدر احول الستيت هاي اوصلها لستيت معينه بتغييري ليو؟ هذه بنقول ستيت كنترولابيلتي. واذا قلت فول ستيت كنترولابيلتي يعني كل الاليمنتس تبعون الستيت، يعني كل الفيكتورز اللي موجودين هون. يعني كانه بنقول مثلا فرضا على سبيل المثال لو كانت عندي هلا اكس اكس اوف تي 0، اكس اوف تي 0 يعني هي الفاليوز تبعت اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس ان التايم تي 0. يعني كاني بقول هاي احنا عملناهم كولوم ولا كولوم فيكتور، مش هيك؟ عملنا كل الاصطلاحات تبعتنا. فعندي هون x1 of t نوت x2 of t نوت لحد xn of t نوت. ايش معنى هاي؟ ايش معنى x1 of t نوت؟ قيمة state variable x1 at time t0، قيمة state variable x2 at time 0 t0، قيمة الـ x variable nth x variable state variable at time t0. وأنا حابب أحولها أنقلها إلى x of t1 مثلا فx1 t1 x2 t1 لحد xn t1. وأنا حابب أني أنقل هدول states من هدول القيم تبعتهم لهدول القيم تبعتهم. يعني يمكن يكون مثلا هذا 1 و3 و7 و2 بدي انقلهم الى 2 و4 و6 و8. انا حابب انقل من هذا من هذا الفيكتور من هاي الستيت اللي هو موجود فيها اللي القيم فيه 1 و3 و7 و2، حابب انقله within a finite time. طبعا ما بدنا نستنى للابد، لو بدي استنى للابد كاني فشلت في مهمتي، مزبوط؟ خلال زمن معين اللي هو t1 minus t0، هذا هو السؤال منه، بحيث انه اوصل x1، بحيث ان لما اجي على t1 اطلع على السيستم الاقي ستيت تبعته 2 و4 و6 و8، وفي حين هي كانت 1 و3 و7 و2. اذا بقدر معناها بنقول عن هذا السيستم فول ستيت، والفول يعني معناها انه كل الاربع فيريبلز كلهم بقدر احكي. بارشل
معناها يمكن تقول لي والله انا بقدر اتحكم بواحد واثنين بس ثلاثه واربعه مش قادر اتحكم فيهم. مظبوط. بكون في نقص بالكونكشنز ما بين يو والكونكشنز اللي بتاثر على الفيربلز اللي مش قادر اتحكم فيهم. فانا هون بقول انه صار عندي فول ستيت كنترولابيلتي.